استاذ صبري والد المصطفى، اهلا بيك استاذ صبري معايا. طيب فالموضوع صعب يا جماعه على الام والاب، ده منظر طفل 13 سنه يطلع ايه بقى؟ يطلع دكتور؟ هيطلع دكتور؟ هيطلع مهندس؟ هيطلع ايه؟ هينسى الضربه دي اللي في وشه؟ بلاش يا سيدي، هو هينسى وهيتعلم وهيبقى زي الفل. كل ما هيبص في المرايه هيفتكر، وهيفتكر انه مش خدها في الشارع، ما خدش ضربه كده وهو ماشي في الشارع، لا ده هيفتكر انه اخذها داخل المدرسه. اهلا يا صبري، اتفضل. اه يا فندم، ازيك يا استاذ احمد؟ مساء الخير. الحمد لله، طمنا على مصطفى الاول. الحمد لله بخير يا فندم، ربنا يديك الصحه. يا استاذ احمد قول لي، اشرح لي كده الموضوع مش ازاي، وازاي الواد ده اتضرب داخل المدرسه. والله يا فندم هو قصه الصراحه مصطفى حضرتك من الاول، لان هي قصته هو كان رايح المدرسه، رايح الامتحان، نازل من العربيه ليه عيلين بيتخانقوا مع عيل بالقميص وبيضربوه، فبيقول لهم حرام وبتاع ضاربينه هو كمان، فده طبعا عيل بيدافع عن نفسه. يعني ابنك دخل بشهامه بيقول حرام، هو دفع كمان الشهامه اللي عملها يا فندم، هو علامه في وشه يعني، دفع كمان الشهامه، بس هي دي، هو ده مصطفى ابني طول عمره شامه، ودي شهامه المصريين، فهو واخد الطابع ده يعني، والحمد لله. وكلنا انا وعمامه كلنا نفس القصه يعني. تمام، ايه اللي كمل، ايه اللي حصل؟ فحضرتك ليه العيلين بيضربوا الولد بالقمشه؟ فبيقول لهم حرام وبتاع وكده، فراحوا ضاربينه وقالوا له القمشه دي اللي هي ايه؟ ايه القمشه دي؟ القمشه دي لا مؤاخذه هم عالم خياله. طيب. فبيطلعوا له مؤاخذه الجمشه دي بيضربوا بيها الجميله وبيضربوا بيها الحمير والحصينه. فهم اعتبروه حمار يعني، رغوب الجمشه كمان يعني. بني ادم يعني، في طالب بياخد جمشه معاه رايح امتحانات، ياخد جمشه معاه. يعني رايحين يشوهوا في الطلاب، يضربوا الطلاب بالجمشة، واللي يتكلم بيبقى مصيره زي مصطفى. مش فاهم يعني، هم شباب واقفين يضربوا الطلبه؟ اطفال يا فندم، اطفال. اطفال بس اهاليهم طبعوهم على كده. يعني اهاليهم بتديهم القمش عشان يروح بيها المدرسه؟ اه، اللي يكلمك يضربه بالقمش. مش فاهم يعني، اللي يعني وضح وضح. ده رايح، أيوة. دول طلبه رايحين المدرسه بالقمشه؟ ايوه يا فندم، واخدين القمش معاهم. ليه؟ هو اي يعني اي حد يتكلم، اي حد يعملهم، اي حد يضايقهم، يفتروا على العيال، مش فارقه يعني. طيب وبعدين؟ اللي يتكلم معاهم يضربوه بالقمشه يعني. ماشي، كمل. فحضرتك بعد ما ضربوه بالقمشه راح ماسك الواد اتعذر عليه، وراح ماسك منه القمشه بيزقه، وقع على الرصيف. الله اعلم بقى ان كان اتخبط في الرصيف اتعور، او الازازه على الرصيف عورته، او الله اعلم، دي هيعددها الطب الشرعي، فلان في افتراءات كتير علينا. فحضرتك المهم قال شاف الدم بتاع الولد الثاني، اتخض يا عيني، وراح جري دخل الامتحان. كان اهل الولد جم خدوه بقى وراحوا ايه يخلطوه يعني. هو مصطفى كان عنده امتحان؟ هو مصطفى كان عنده امتحانين. طيب هم مين اللي دخل لمصطفى، وازاي دخل ومصطفى في الامتحان؟ اقول لحضرتك يا فندم، اتفضل. هو على مقوله مصطفى حضرتك، ان هم عمامه كانوا واقفين بره، وفي رمضان محمد رمضان وولد تاني، انا مش بس مش عايز اسماء، لان في مش عايز اسماء، عايزك. المهم يقال يا فندم ان عمام الولد التاني كانوا واقفين، وفي ثلاث اطفال سن ثالث اعدادي و16 سنه 17 سنه يعني، في الحدود دي على ما اظن. يعني 13 سنه تقريبا ولا 15؟ ما اعرفش بصراحه. هو يعني الولد اللي ضرب في ثالثه اعدادي، اللي ضرب يعني في ثالثه اعدادي. والعيلين التانيين اللي كانوا معاه على ما اظن اكبر منه بشويه. وابنك عنده، وانت وابنك في كام اعدادي؟ ثانيه ولا ثالثه؟ مصطفى في اولى اعدادي. اولى اعدادي. الولد اكبر منه بسنتين اللي ضرب، والتانيين اكبر منه بحوالي 3 4 سنين كمان، وبعدين دي قطره، ده ثلاثه على طفل. طيب ايه اللي حصل؟ الرجاله طبعا، الرشابات اللي كانت واقفه بره مستنياهم بالعربيه. مين اللي كان واقف بره؟ عمامه مستنيينه بالعربيه، فيات حمراء على ما اظن. طيب ازاي الولاد دول تمكنوا من دخول المدرسه وضرب مصطفى؟ والله يا فندم هم كانوا بيتكلموا مع مستر اسمه مستر حميده. مين مستر حميده؟ مستر حميده ده مدرس مصطفى في المدرسه. يعني المدرس ده كان بره المدرسه ولا جوه؟ لا، مدرسة جوه المدرسة يا فندم. هما دخلوا ازاي المدرسة؟ دخلوا ازاي المدرسة؟ الناس دي كان عندها امتحانات؟
لا يا فندم ما كانش امتحانه ثالثه، ما كانش فيه امتحان ثالثه اعدادي. دخلوا ازاي المدرسه وقابلوا الاستاذ حميده؟ دخلوا من الباب يا فندم. الباب ده مش فيه بواب؟ ماشي. طب ما هو كلموا البواب نادلهم على مستر حميده ومستر تاني ما اعرفش اسمه ايه. يعني بواب المدرسه نادى مستر حميده؟ على ما اظن كده يا فندم، التفاصيل بالظبط ما عرفتهاش. بس طيب المهم دخلوا المدرسه. طيب دخلوا المدرسه. ها تمام. دخلوا المدرسه اتكلموا على مقوله مصطفى، وكان بيبص من شباك اللجنه قصاد الباب الناحيه الثانيه. شافوا واقفين مع مستر حميده، فضل مركز عليهم. بيقول لك كانت بقى ابتدت تنزل اللي هو الفسحه بين الامتحانين. كان مستر حميده دخل لمصطفى اللجنه وقال له انت صبر ابو مصطفى صبر ابو سليع؟ قال له ايوه انا مصطفى صبر ابو سليع. قال له انت اتخانقت مع الواد بره؟ قال له ايوه. قال له خلاص خلي بالك العيال دي مش هتسيبك. طيب اذا انت يا مستر حميده عارف ان في خلاف وعارف ان في ناس بره مستنيه ومتربصه للولد، ما خدتش الولد ليه في ايدك او دخلته على اوضه النظره او حتى اتصلت بيه؟ انا والده انا اعرف احمي ابني اذا كنت انتوا مش عارفين تحموه. طيب دخلوا على الولد امتى؟ هل وهو في اللجنه بيمتحن ولا بعد اللجنه دخلوا عليه امتى؟ ولا لما خرج بره المدرسه؟ لا يا فندم، هم دخلوا عليه في قلب الفصل. كان مصطفى خلاص سلم، كان مصطفى اخر واحد لما مستر حميده ساله وهو بص من الشباك شاف العيال، خاف ينزل الفسحه اللي شايفهم واقفين بره في الفسحه قدامه على الباب. فضل قاعد في اللجنه. وعلى ما اظن دي كانت فيه الله اعلم لعبه التخويف ان مصطفى ما يطلعش من اللجنه دي مقصود، لانه لو كان طلع في وسط العيال مش عايزين نقول مقصوده غير مقصوده. الولد خاف ففضل قاعد في اللجنه. الولاد دخلوا ازاي؟ دخلوا بالبوابه يا فندم، او نطوا بقى من السور، بس هو على حد علمي انهم دخلوا. طيب دخلوا اللجنه، دخلوا للولد لمصطفى، دخلوا اللجنه جوه الفصل جوه اللجنه. مش كان ثلاث اطفال منهم اثنين معروفين ومنهم واحد هو مصطفى مش عارفه اسمراني تويس. طيب يعني ضربوا مصطفى وعوروه بالشكل دوت، وايه اللي حصل بعد كده بعد ما عوروا الولد؟ جريوا وهربوا ولا يعني جريوا وهربوا يا فندم؟ في عربيه بره مستنياهم مع عمامهم، خدتهم ومشيت. محدش اعترضهم من المدرسين من المدرسه؟ محدش اعترضهم خالص يا فندم، ولا كان مسك واحد فيهم حتى. وباب المدرسه كان مفتوح؟ اللي يجري كده؟ بصراحه يا فندم معرفش، ده انا عشان ما اكذبش عشان ما افتريش على حد انا معرفش بصراحه، بس ممكن يكون مكان مفتوح، ممكن يكون نط من السوق، الله اعلم برضه. طيب ايه اللي حصل بعد ما اتعور؟ المدرسه كان موقفها ايه؟ المدرسه كان موقفها ان هم اخذوه في عربيه من اثنين مدرسين عندهم محترمين اشكرهم يعني على هوا مع حضرتك، اللي اخذوه راحوا طلعوا على مستشفى الغرام. فحضرتك جالي اتصال ان هم ان ابنك اتعور تعالى على المستشفى. فجريت طبعا على المستشفى، شفت المنظر اللي كان بيه اللي حضرتك شفته بمنظر مصطفى ده. طيب.